الحقي يا بنتي يا شوشو، تعالي بسرعه. عرسك جه اهو. فين؟ وما عدتش شايفه عامله زي بتاعت الوزراء. عرسك اهو. ما اسموش عريسك، لسه بدري. في كشف هيئه وكشف طبي، مش يمكن يطلع عنده التصاق في الفخدين؟ ليه بس كده يا ماما من اولها؟ اولها ايه واخرها ايه؟ لحقتي تتعلقي بيه؟ لسه بدري قوي. ايه ده شكله ابن ناهز، ده معاه حرس كتير قوي. ايه حكايه مامته دي؟ وريني. ايه ده؟ هي جايه تخطب ولا جايه تحرر رهائن؟ يلا 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 ولا يهمنا، تعالوا تعالوا. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، نورتونا. اتفضلوا 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 يا اهلا وسهلا. اثبت مكانك، اثبت يا سياده العميده، يا سياده العميده على الشفط. مش انتوا، مش انتوا. اذا كانت هي جايبالنا حرس وبودي جاردات، فاحنا الحكومه ربنا يقدرنا ونفركش الجوازه دي. بالتوفيق يا نور. اتفضلوا. ميرسي، نورتونا. ميرسي. ازي حضرتك يا تمام؟ اهلا. العروسه شرف يا ماما. بسم الله ما شاء الله، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اخوات شرف، عداله وامانه. اكيد اخوات شرف هيبقوا ايه؟ لازم عداله وامانه. ميرسي يا طنط، منورانا. اتفضل. ازيك عامله ايه؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا سياده العميد، مراتها ومامتها. اهلا وسهلا. اهلا اهلا سعاد دياب. العميده نور عز الدين. اهلا وسهلا. اتفضلوا. ازيك يا دكتور؟ ازيك سياده العميد. نظرتي معايا؟ انا ما شفتش حضرتك قبل كده مدام سعاد. مدام سعاد، ما شفتكيش قبل كده. جايز نكون اتقابلنا في محل من محلاتي. حقيقي احنا بنشتري كل الاجهزه بتاعتنا من عندكم. بس احنا دي انا ما شفتكيش في اي حته خالص، ما تقابلناش. طب والله دي حاجه كويسه، يمكن نطلع معرفه. ازيك عامل ايه؟ الو. اي حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. العريس لسه واصل دلوقتي زي القمر. يا رب بس ماما توافق عليه. ازاي بقى؟ لا طبعا، ليها فايده كبيره قوي لينا. بص يا سيدي، اولا شرف دي اختي الكبيره، وماما كانت مزمزقه قوي ان هي تجوز اخواتها الصغيرين قبلها. ثانيا بقى، لو العريس ده قدر يقنع ماما ان هي تتنزل عن بعض شروطها، انا هقف وقلبي جامد. ايوه طبعا. الحقيقه مدام نور، يعني طلبات حضرتك غريبه شويه، قصدي يعني مش متعارف عليها في اتفاقيات الجواز. لا ازاي متعارف عليها، دي عاديه جدا. عندك عم الحكم دار شرط على جوز بنته يعمل له خطاب ضمان بمليون جنيه. ليه؟ كان واخدها تقسيط؟ لا، كاش كاش. وعمتي شاملة تهام ما وافقتش على خطيب بنتها غير لما عملت له محضر بعدم التعرض. عدم التعرض؟ ما عملتوش محضر استلام؟ لا لا، انا لو قعدت حكيت لك هنقعد لبكره. انا دايما بحب اكون صريحه من البدايه. طبعا الصراحه حاجه كويسه جدا،
ومرسي قوي عليها. هو بس الحقيقة في بندين في الاتفاقية، دول اللي أنا وقفت عندهم. البند الأول إن مكان الإقامة وبعد الجواز، يعني متهيألي دي هتبقى حاجة راجعة لهم هم، لو وافقوا إن هم يقعدوا في الشقة اللي عند حضرتك هنا فوق دي حاجة كويسة خالص، لو حبوا يعيشوا عندي في الفيلا هينوروني ويشرفوني، لو اختاروا مكان تالت لا هنا ولا هنا هم أحرار يعملوا اللي هم عايزينه. مكان تالت؟ لا 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 لا، المواضيع دي مش عندنا خالص يا مدام سعاد. أنا بنتي لازم تعيش جنبي وده ما فيهوش فصال. مش عارفة أشرحها لحضرتك إزاي. هي مدام نور بعد الجواز هم هيبقوا أحرار، بنتك هتبقى تبع جوزها حرة في تصرفاتها، ممكن يوافقوا إنهم يقعدوا فعلا في الشقة اللي عندك فوق وبعدين يمشوا، وساعتها أنت مش هيبقى لك حكم على بنتك لأن جوزها حكمه هو اللي هيمشي. لا لا لا، حكم إيه وبتاع إيه؟ الاتفاقات والشروط هتتوثق في الشهر العقاري، وبعدين أنا ضامنة بنتي ما بتحبش تعيش غير جنب أمها. متهيألك. لا حضرتك اللي متهيألك، أنا سامعاكي على فكرة سامعاكي. مدام نور إحنا لسه مش بنتخانق، وبعدين محدش هيضربك على إيدك يعني. لا هو قبل ده في بند تاني في الاتفاقية برضو أنا وقفت عنده، والذي ينص على وصل الأمانة اللي حضرتك عايزة ابني يكتبهولك. طبعا. وصل أمانة إيه يا مدام نور؟ وبكام يعني؟ هو لو حب يسيب بنتك في أي لحظة لأنه مش مرتاح أو مش مبسوط وطلب مني أي مبلغ مهما كان طبعا هديهوله، بس حضرتك عارفة إن مفيش أي فلوس في الدنيا تساوي خراب البيوت. لا قدر الله خراب البيوت. لا لا، بعد الشر بعد الشر. الحقيقة يا مدام سعاد أنت حكيمة وذوق قوي قوي قوي، أحرجتيني بذوقك، أحرجتيني أحرجتيني. بس أنا عمري ما بتنازل عن أي شرط من شروطي، لكن احتمال وصل الأمانة نلغيه، نعمل إيه؟ نعمل توكيل بالإدارة ليا؟ إيه؟ مش عارفة أعمل. لا خلاص خلاص خلاص، أنا عايزة أثبت لك إن أنا شارية الدكتور ومقدرة أخلاقه قوي. طيب الحمد لله. على كل حال تعالي نعتبر إن النهاردة ده كده تعارف، وأنا بجد اتشرفت بمعرفتك. شكرا. وإن شاء الله يعني ياريت لو تقبلوا دعوتنا إن أنتوا تشرفونا يوم الجمعة عندنا في الفيلا عشان نتغدى مع بعض ونتعرف على بعض اكتر. لا الجمعه رايحه لقرافه. تعيشي وتفتكري. طب السبت اخباره ايه؟ السبت رايحه التوكيل، عربيتي بايظه شويه ظبطها. ربنا يخلي لك العربيه. طب الحد؟ الحد بروح السجن. لكن ممكن نبدله نروح السبت بعربيتك. السبت على بركه الله. اتفضل يا محمود. اتفضلي يا طنط. ميرسي يا روح طنط. ناكل؟ انا ماليش ولا ايه؟ اتفضلي اتفضلي. اتفضلي يا ماما. كل يا ابني كل. ماما معروفه اللي ياكل عندها يقعد اسبوع شبعان. عندك حق، اكل زي ده ما يتهضمش بقرص فوار، محتاج ازازه مولوتوف. ساتر يا رب. انت متاكده؟ من ايه يا هانم؟ ان احنا ما تقابلناش؟ اكيد لا. يا روح قلب مامي تعالي يا بيضة. يا خلوشي مين؟ يا مريسة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تعالي وراي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش حاجة مش حاجة بتتعلي يا خلص على بطني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ سيبني. انت بتعملي ايه؟ هموته ولا استنى ما يعمل لنا تاتو في رقبتك؟ تاتو ايه ده؟ لسه بيسنن. بيسنن ايه؟ احنا داخلين ايه السرك؟ يا حبيبة قلبي مفيش حاجة والله خالص. خلاص خلاص يلا بلاش. يلا بلاش. يلا فين؟ يلا هنستنى ايه؟ نستنى ايه؟ فكرة التعبين؟ يلا طب لسه بيتك مخلص؟ ايه عندك حق، نستنى لما يمكن نتصور مع كلب البحر. على فكرة انتوا مخوفينه جدا منك. طب ممكن تشيليه؟ حوشه عشان نمشي. حشوش اهو اهو اهو. انا مش راضي اطلع. لا 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 لا. يلا بلاش. اتفضل 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 اتفضل. بيتهم مفوت على الغابة. امشي قدامي قدامي. يا طنط ما حصلش حاجة. تعال ما حصلش، ده نسب معفن. يا طنط يا طنط.